درتا ولا ستة هلا التحريري اللي هو أول سنة راح تمتحنون التحريري أسميه بالدفتر. هذا الدفتر الامتحان، هذا الدفتر هنا راح نكتب من أنطبق. تستخدم القلم الجاف الأسود أو الأزرق، أسود الأزرق. أنت بتجي الامتحان محفظتك فيها لا رصاص طاقة مسطرة قلم جاف لو أسود لو أزرق غير لون ما مطلوب، واضح؟ تختبر غش. أجي النانة أكتب تبع الاسم، الاسم أكتب اسم، تكتب اسمك أنت. نعم السنة الدراسية، السنة الدراسية، السنة الدراسية، السنة الدراسية. ايش كاتب دي هو؟ ها شكل منها أنا 23، كاتب لي هنا 20، أكملها 24. يا سنة أنا دراسية بيها 2023 2024. جواها الموضوع، الموضوع فراغ، الموضوع هذا الموضوع. شنو موضوع اللي راح نمتحن بيه؟ احنا نمتحن بالدفتر ثلاث مواد، لغة عربية واللغة الإنجليزية والرياضيات. هذا الدفتر يومية حسب الجدول. شكتب النانة؟ ما أكتب قراءة ولا أكتب تدريبات، شكتب اللغة العربية. اللي عنده إجازة، اللي عنده شيء يمتحن دور ثاني يسمونه. فهذا ايش أسميه راح أمتحن بيه؟ الدور الأول. لهنا هاي المعلومات تخصك أنت، معلومات هذه تكتبها بالقلم الجاف. بعد شو تسوي؟ تضغط القلم خليه بمحفظتك. بعد انتهت كتابتك بالقلم الجاف هسه تضغط القلم وتخليه بالمحفظة حتى لا تشتبه وياه بالقلم والرصاص. اجي هنا انت هنا راح تكون اجابتي. هسه بعد هنا ما لها علاقة بهذه المربعات، هاي كلها ما لها علاقة بيها. هنا راح تبدي شغل النايف دي. هذا شغلي هنا وهذا. اريد اجاوب على الانشاء، عندي انشاء انا وعندي املاء وعندي خط وعندي تدريبات اللي هي قواعد. رجعوا لي الاملاء، شكتب الاملاء؟ تريد تكتب مثال املاء؟ كيف تكتب الاملاء؟ الاملاء